السلام عليكم خواتاتي، كيف احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده، وعواشركم مبروكه، ويا رب يدخل علينا ان شاء الله شهر رمضان مبارك ان شاء الله بالصحه وشي رزق ان شاء الله، ويرفع علينا ربي ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله في اقرب وقت. ومعايا خواتاتي ان شاء الله نحضر معكم السفوفه والسلو بالداريجه المغربيه، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الطريقه ديالي، سهله وبسيطه جدا وصحيه. وتابعوا معايا خواتاتي طريقة التحضير والمقادير ديالو، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. طريقة صحية في الحقيقة، ما فيهاش الدهنيات بزاف، وما فيهاش يعني كيبقى كل حاجة محافظة على الفيتامينات ديالها. ونتمنى ان شاء الله الطريقة ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتابعوا معايا خواتاتي طريقة التحضير. انا خواتاتي وكنحتاج السلو ديالي، يعني خديت انا يعني تقريبا المهم المقدار اللي بغيتي انت. انا خديت انايا نص كيلو د اللوز ونص كيلو د الكاوكاو، غير الطريقه اللي درت انا يعني ما كنستعملش اللوز مسلوق، يعني كنمسحو مزيان اللوز ديالي، كنمسحو مزيان، كنعملو في الفران، كنطلقو في الفران، كيتقلى على خاطرو بلا زيت بلا والو. وكناخد عاوتاني الكاوكاو ديالي نفس الشيء، كندهنها بشويه الزيت وكندخلها الفران عاوتاني تحمر على خاطرها، يعني كنقص البوطا كتقلى مزيان على خاطرها، يعني ما كنقليها شي، كيجي السلو صحي في الحقيقه وروعه، يعني ما فيش لي دم. وهنايا عندي الطحين ديالي، خديت نص كيلو د اللوز، نص كيلو د الكاوكاو، الكاوكاو دهنتها بالزيت ودخلتها الفران، نفس الشيء اللوز انا ما قشرتوش، خليته بالفوائد ديالو كاملين، حمرته فقط في الفران. خديت هنايا مادام خديت نص كيلو د اللوز ونص كيلو د الكاوكاو، خديت هنايا كيلو الطحين اللي حمرته بهذا الشكل، حمرته في الكوكوت، وانتينا تما كتحركي يعني على نار مهيله، كبقيت كنحمرو في الكوكوت، كيجيني احسن من الفران، كيتحرق لي من الجوانب. كنستعمل التحميره ديال الكوكوت احسن، تحمر الكوكوت كيجي لي معوط. خديت هنايا الزنجلان اللي كيعجبني ناخذ واحد الكميه اللي هي كبيره، خديت كيلو الزنجلان اللي حمرته عاوتاني في الفران بهذا الشكل هذا. خديت هنايا 300 غرام، لا هذه 150 غرام د النافع، و 150 غرام د حبه حلاوه، وجوج جوزات حداهما صهطتهمش فقط في الفران، صهطتهم فقط. وعند القرفه يعني على حسب الكميه اللي كتعجبك انت في السلو. وكنخلط بالزيت البلديه، ما كنخلطش انا يعني بالزبده ولا بالزيت الروميه، يعني غير الزيت البلديه، كيجي رائع وسلو صحي، يعني يبقى لك شهور ولا عام ما تخافيش منه، يعني عن تجربه. وخديت هنايا السكر كلاصي اللي كيبقى على حسب الرغبه، يعني السكر انت والرغبه ديالك. انا دائما كنقلل في الحلويات ديالي والسلو دائما كنقلل من السكر، وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. ونبداو على بركه الله نطحنوا القوام ديالنا كاملين ونتلاقاو خواتاتي. دي اول حاجه كناخذ واحد البانيو، يعني الجبانيه اللي تكون كبيره، يعني باش كيتعاوني الحراره تحريك ديال السلو ديالي بهذا الشكل. كنحط فيه اول حاجه الطحين ديالي، هذا هو اللوز ديالي، ما كنطحنوش بزاف يعني غير مهرمش. ودابا يعني طريقه سهله، اطحن وكب على الطحين حتى كتسالي ان شاء الله كامل، ديك الساعه تابعوا معايا خوتي ان شاء الله طريقه الطحن. كنزيد له الزيت شويه بشويه حتى كتجمع لي السلو ديالي. بعد ما طحنت كامل حطيت الطحين ديالي، اللوز، كاوكاو، الجنجلان ديالي، حبه حلاوه، النافع، غير النافع وحبه حلاوه، يعني كنغربلهم شويه مزيان صافي. وهاد شويه ديال اللوز هذا اللي بقى لي هنايا، هذا خليته غير هرمشتو، خليته شويه واقف باش يبان، اصلا كلشي مهرمش، يعني ماشي ديك الطحين طحين يعني مطحون بزاف. وخديت هنايا هاد جوج حبات ديال الكاوزه اللي عندي، هادو نحطهم شويه، نحكهم غير في الحكاكه بهذا الشكل، كنحكهم مزيان كامل. بعد ما حكيت ديك الكاوزه عاوتاني كناخذ يعني القرفه انتينا والرغبه ديالك، يعني قد ما كيعجبك ديك القرفه. انا ناخذ واحد ربعه ديال القرفه كتعجبني، ناخذ السكر عاوتاني انتينا والرغبه ديالك، السكر والقرفه كيبقى على حساب الرغبه، يعني انتينا والرغبه ديالك بهذا الشكل. وكنستخدم يدي، يعني السكر انتينا وذوقي، يعني كذوقك شفتي ماشي حلو زيدي له المعلقه جوج، يعني لقيتيه حلو وهذاك هو الجديد اللي عجبك، يعني انتي كتحكمي في السكر صافي. وخليت هنايا الجنجلان والقليل من اللوز اللي هرمشتهم غير بهذه الطريقه، يعني الجنجلان ما طحنتهاش، خليتها على كمالها باش كتبان، واللوز بهذا الشكل هذا هرمشتو فقط، نضيفو عليهم باش كنحسو بهم هكاك، ونبقى
كنخلط في السلو ديالي مزيان، وانا كنزيد في الزيت حتى كنشوف القدر الزيت بلديه. انا كنستعمل الزيت البلديه، ما كنستعمل ني زبده ولا زيت روميه. كيبقى السلو رائع لمده سنه او اكثر، ما تخافيش عليه وما تحسيش بديك النسمه تقول يمكن هذه شنو دارت يعني زيت بلديه، ما تحس بالريحه الزيت، بالعكس ما تحسيش بديك الزيت تماما، ديك نسمه الزيت البلديه تماما، وصحي يعني ما فيهش ليدان بزاف، يعني ماشي مقلي في الزيت كاوكاو ولا اللوز. ونتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم خوتي خواتاتي، يعني طريقه صحيه في الحقيقه، يعني اللوز كتستفدي بكامل الفوائد ديالو، وكاوكاو نفس الشيء، يعني ما فيهش بزاف من ليدان. وبهذه الطريقه نخلطوا السلو ديالنا حتى كنحصلوا على المهم العجينه اللي بغيتي انتينا، يا يكون معلك بزاف يا يكون مرمل، المهم كل واحد وطريقته. انا المهم نجمع معكم السلو ديالي ونتلاقاو خواتاتي ان شاء الله ملي نسالي الجمع ديالي. انا خواتاتي هذا هو السلو ديالي او السوف ديالو كيف كنقولوا حنا باللغه ديالنا المغربيه، ونتمنى ان شاء الله هنا يعجب لكم الطريقه ديالي، طريقه سهله ومبسطه جدا، وهذه هي الطريقه ديالي. يعني انا ما كيعجبنيش يكون يعني مزيت بزاف، كنخليه شويه مرمل. وتينا بامكانك يعني تزيدي له الزيت يعني الا بغيتي يجيك يعني معلك. ونتمنى ان شاء الله تنال يعجبكم الطريقه ديالي اخوتي اخواتاتي، وشكرا لكم على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا. ونتمنى من الاخوان والاخوات اللي ماهمش مشتركينش معايا باقي في القناه ديالي ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالهم في الوصفات ديالي ويشتركوا معايا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، وما تبخلوش عليا اخواتاتي اخوتي باللايكات ديالكم وتعليقاتكم. وشكرا لكم ورمضان مبارك، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يدخلوا عليكم الصحه والهنا وطول العمر، ويرفع ربي البلاء ديالو ان شاء الله في اقرب وقت. وشكرا لكم اخواني اخواتي، ورمضان مبارك وبصحه والراحه.